محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك من بهائك بأبا، وكل بهائك بين. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا مع المؤمنين والمؤمنات نعيش الليالي المباركات من ليالي شهر رمضان المبارك. من جنة الله في أرضه نطل عليكم في برنامج والمستغفرين بالأسحار، ونحن بكل اطمئنان، بكل سعادة، بكل سرور نشاهد هذه المناظر ونشتاق أكثر وأكثر، لأننا مقبلون على يوم مبارك وهو يوم الخميس، ومقبلون على ليلة عظيمة وهي ليلة الجمعة. المؤمن بكل كيانه يناجي ربه في ليالي الجمعة المباركة، ويطلب منه خير الدنيا والآخرة. اليوم إخواني وأعزائي، بماذا نناجي مولانا وربنا وخالقنا وحبيبنا، من هو أقرب إلينا من حبل الوريد؟ نستشعر وجودنا في هذا المكان المقدس بالتحديد بين الحرمين، نقف بجوار زوار الإمام الحسين وزوار مولانا قمر العشيرة، نشم عبق الشهادة ونشم عبق سيد الشهداء. كربلاء من دخلها قلبه انتعش، روحه انتعشت. مرحبا بكل زوارنا الكرام الأحبة الأفاضل في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، وفي كل وقت وحين، من إن شاء الله كلنا نوفق أن نقف تحت قبة الحبيب الحسين وندعو. بماذا ندعو؟
يا خير من دعاه داع، وأفضل من رجاه راج. اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني يا رب أرجو الزلفة لديك، بحق الحبيب المصطفى محمد سيد الكائنات خاتم الأنبياء حبيب القلوب وشفيع الذنوب، من نتمنى أن لا نحرم من لطفه وعنايته ونظرته، وأن نكون من أمته في الدنيا والآخرة المشمولين بلطفه وعنايته، المشمولين بخدمته، المرزوقين زيارته في هذه الدنيا، وأن نكون في الآخرة من الفائزين بشفاعته يا رسول الله. إلهي بحق محمد وآله الطاهرين نرجو الزلفة لديك في أيامنا هذه بغفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أرجو الزلفة لديك، أرجو الزلفة لديك، فلا توحش استئناس إيماني، ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك، فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا. وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا يا رب. أنت الإنسان الذي يعصيك ويعصيك ويعصيك ويعصيك، تنظر إليه وتغفر له وتلطف به وترزقه لطفك وعنايتك. فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا، أعطيتهم يا رب، ونحن عبادك المؤمنون إن شاء الله بإذنك وبلطفك وعنايتك، وإنا آمنا بك يا ربي بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا. هذه الليالي من ليالي شهر رمضان نناجيك، نتقرب إليك يا رب، نتقرب إليك بألسنتنا، نتقرب إليك بقلوبنا على أمل أن تعفو عنا، فأدركنا فأدركنا ما أملنا، وثبت رجاءك في صدورنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذه أمنية يا رب. المؤمن يتمنى الثبات على الدين، المؤمن يتمنى الثبات على ولاية أمير المؤمنين. من يكون في لحظات شهر رمضان منقطع، ونحن نعيش الليالي الأخيرة إخواني، لم يتبقى إلا أيام على أن شهر رمضان يغادرنا بألم، يغادرنا بالله عليكم، ألا تكون هذه الليالي فيها انتعاش للروح؟ رغم ما احنا قدر الامكان مقصرين مع رب العزة، هل اتممنا كل شيء من طاعات شهر رمضان؟ قد يكون اليسير من طاعات شهر رمضان، لكن ان شاء الله بلطف الله وعنايته نتحصل على تحقيق امنياتنا بالعتق من النار. نظن بالله ظنا حسنا، نحن نتأمل من رب العزة أن يعتق رقابنا من النار، نفعل ما نفعل من الخيرات والبركات، نستثمر أوقات شهر رمضان على أمل أن يعفو عنا رب العزة، على أمل باطمئنان قول ربنا كريم سيعفو عنا، سيلطف بنا، سيرأف بنا، سيغفر لنا، سيرزقنا العتق من النار إن شاء الله يا رب. جاه محمد وآل محمد عليك، خلينا وياك دائما في طاعتك.
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا رب يا رب تسمعنا في هذه اللحظات، كما أن المؤمنين والمؤمنات يسمعون الكلام ويؤمنون على الدعاء، وأيضا رفعوا إيدهم كأنما ويدعون من كل قلبهم. شنو بقلبك من كلمات سألفها في هذه الأيام، أيام الطاعة والضيافة؟ إحنا الأيام الأخيرة دعونا نبقى واقفون على باب الله، ونتمسك بالدعاء والمناجات والرجاء من رب العزة. كلنا سائلون، كلنا نستعطي من رب العزة ونطلب منه الخير الكثير في الدنيا والآخرة. أليس المؤمن في كل ليلة يدعو ويقول: إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك. ربي نحن الفقراء إليك وأنت الغني عنا. كل العالم، كل المخلوقات، كلهم فقراء إليك يا رب. من غيرك ما نقدر شيء احنا يا رب. إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقف السفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك يا رب بشهر رمضان، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، وهنيئا لمن صامه وقام لياليه بعافية وخير. ربي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا لمن أخلص لك في صيامه وقيامه. إلهي فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. الإنسان المذنب المقصر حتى في هذه الأيام، رغم أيام راحت عليه من شهر رمضان، فليرجع إلى الله، فليتوب، فليستغفر ويصوم هذه الأيام بعافية. أخواني الشقي الشقي الشقي، يعني الخسران، فقط الشقي من حرم غفران هذا الشهر، يعني هناك ضمان من رب العزة، ضمان من نبي الرحمة، من محمد وآله الطاهرين، أن الصائم القائم الذي وفق لهذا الشهر هو مغفور لك. كيوم ولدته أمه، هذه بغيتنا إخواني. كم من الذنوب والمعاصي، من نعم الله على الإنسان بأن جعل في حياته شهر رمضان آخر إخواني. ألسنا عندما يأتي شهر رمضان نقول: يا ربي شكرا لأن وفقتنا وخليتنا إلى هذا الشهر المبارك. تمضي الأيام، ينتهي الشهر الفضيل، ونتحصل على جوائزنا من رب العزة في يوم العيد. نقول: يا ربي أعد علينا شهر رمضان. لا، ليش؟ لأن هذا الشهر له خصوصية في أرواحنا وسرائرنا وفي قلوبنا، شهر نتطهر فيه من الذنوب. فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين، فمن للعاصين أمثالنا يا رب، فمن للعاصين يا رب. وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين، فمن للمقصرين؟ وين يروح المقصر يا رب؟ إلهي ربي حصائمون، أيه والله هنيئا للي يوفق إلى شهر رمضان، والله هنيئا، والله هنيئا، والله هنيئا. إلهي ربي حصائمون، وفاز القائمون، ونجى المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون. فارحمنا برحمتك، واعتقنا من النار بعفوك بجاه محمد وآل محمد وبجاه سيد الشهداء يا رب.
نتوسل إليك بمحمد وآله الطاهرين أن تعفو عنا وأن تعتق رقابنا من النار. هنا نقول فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. في ليلتنا هذه ليلة السادسة والعشرين من شهر رمضان أيضا نطلب من رب العزة في هذه الدقيقة الأخيرة من مقدمة البرنامج، نطلب من رب العزة أن يجعلنا في هذه الليالي من السعداء. نطلب منه تبارك وتعالى: اللهم صل على محمد وآل محمد يا جاعل الليل والنهار آيتين، يا من محى آية الليل وجعل آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا منه ورضوانا، يا مفصل كل شيء تفصيلا، يا ماجد يا وهاب يا الله يا جواد يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء. أسألك ربي أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء. آمين يا رب. وروحي مع الشهداء. آمين يا رب. وإحساني في عليين. آمين يا رب. وإساءتي مغفورة. آمين آمين يا رب. وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي. وآتنا في الدنيا حسنة وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليه وعليهم آلاف التحية والسلام. يا رب آمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا اليسير وعفو عن الكثير، وارزقنا إلهي خير الدنيا والآخرة، واصرف عنا شر الدنيا والآخرة بمحمد وعترته الطاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل سعي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا. يا أسمع السامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد وآله الأطياب الأطهار الميامين. يا ربي صل على فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. استمعنا معكم إخواني أعزائي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، من نبعث لكم التحايا دائما وأبدا، ونشكركم كثيرا 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 على حسن متابعتكم، على كرم متابعتكم لحلقات برنامج والمستغفرين بالأسحار في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، لنكون في طاعة الله وفي دائرة الرضا من رب العزة بإذنه تبارك وتعالى. لكم
لكم تحية وسلام من الكادر جميعا ودعوات من الكادر جميعا، ونحن نتأمل منكم أيها الكرماء يا من تملكون قلوب سمحة رؤوفة بأن تدعوا لبعضكم البعض في هذه الأيام الكريمة الجليلة، أيام شهر رمضان المبارك وفي لياليه المباركات. ألسنا قبل قليل استمعنا إلى دعاء مبارك وهو دعاء اليوم 26 من شهر رمضان؟ لم يتبقى إلا أيام بسيطة ونفارق هذا الشهر، ونطلب من رب العزة دائما دائما يا رب أعده علينا بعافية وخير، ارزقنا في هذه الأيام، إذا ما كان وفقنا في هذه الأيام أننا رزقنا العتق من النار يا رب لطفك وبعنايتك يا رب بنظرتك ورأفتك يا ربي، اجعلنا من العباد المخلصين اللي توفقهم لطاعتك حتى نستوجب بذلك لطفك وعنايتك، ونرزق ماذا؟ نرزق العتق من النار، هذه أمنيتنا يا رب. دعاء اليوم 26، احنا الحمد لله المؤمنون في كل يوم يقرؤون هذا الدعاء، قصير لكن فيه ثواب جزيل إخواني وأعزائي. هذا الدعاء بالتحديد من دعا فيه في يوم 26 إذا ما جاءت لحظات بعد صلاة الصبح مباشرة اقرأ إخواني حتى لا تنسى خلال اليوم. تعرف شو نتحصل؟ يوم القيامة ينادي مناد يا يعني يا من قرأ هذا الدعاء قد غفر لك. أخواني ما أحوجنا نأتي يوم القيامة بذلك الحال اللي ما ندري شنو حالنا، لكن برأفة الله وعنايته إن شاء الله أمورنا طيبة، رغم ما احنا مقصرين ونخاف الله من عقابه، ولكن نفس الشيء لدينا رجاء، لابد أن نوازن ما بين الخوف والرجاء. نرجو من رب العزة، نعرف هو كريم جواد رحيم ودود خبير سميع بي ولطيف في عباده، إن شاء الله يوم القيامة بالأجواء التي يعني يعيشها الإنسان هناك يأتي ذلك النداء يفرج عن ذلك المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعل سعي فيه مشكورا، هذه أمنيتنا، وذنبي فيه مغفورة أمنية ثانية، وعملي فيه مقبولة هنيئا لمن قبل عمله يا إخواني، وعيبي فيه مستورة، ألسنا كثيري الذنوب؟ يوم القيامة يكون كل عيوبك مستورة أمام الخلق، وعيبي فيه مستورة يا أسمع السامعين. من قرأه لينادى في يوم القيامة لا تخف ولا تحزن فقد غفر لك. شوف عمل يسير يأخذ من عندك قد يكون 10 ثواني إخواني، للأسف نحن غافلون، كثير منا غافل إخواني وأعزائي للأسف. ليش إحنا هيك أوقات نعيشها نغفل عن ذكر الله؟ قدر الإمكان اطلب من رب العزة أن يوفقك دائما إلى ذكره والدعاء في كل لحظات حياتك. إخواني ألسنا يوم أمس تكلمنا عن موضوع شرائط استجابة الدعاء، وإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول احفظوا آداب الدعاء، فإن لم تأتي بشرط الدعاء فلا تنتظر الإجابة، واعلم أنه لو لم يكن الله أمرنا بالدعاء لكنا إذا أخلصنا الدعاء تفضل علينا بالإجابة، فكيف وقد ضمن ذلك لمن أتى بشرائط الدعاء؟ وذكرنا موضوعة المعرفة، لا بد أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضرنا، هو الذي ينفعنا، هو الذي يستجيب لنا، هو الذي يرزقنا، هو الذي يشافينا، لا بد أن تكون لدينا هذه المعرفة بنسبة كبيرة حسب إيمان العبد، لا بد أن نعرف المعرفة الحقيقية، قلنا لا نصل إلى تلك المعرفة، إدراكنا يقف فقط نبي الرحمة أمير المؤمنين أئمتنا يعرفون الله تبارك وتعالى، ونحن على أثرهم من عجلنا من طينتهم، نحن المسلمون المؤمنون، كل شيعة أمير المؤمنين، كل المؤمنين والمؤمنات في بقاع الأرض من يشهدون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا ولي الله. ربنا إن شاء الله يلطف بنا ويعرفنا نفسه
علينا يوميا أن نقرأ ذلك الدعاء الذي ذكرناه يوم أمس. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرف نفسك إلى نهاية الدعاء. لا نغفل عنه أبدا إخوان وعزاء. على كل حال، هذا الشرط الأول من الشروط المهمة التي الإنسان إذا ما توجه إليها توجها حقيقيا بقلبه وسريرته يعرف أن الله هو الذي يعني هو الذي ينفعني، هو الذي يرزقني، هو الذي يشافيني، هو الذي يعافيني، هو الذي يعني يستر عيوبي، هو الذي يغفر ذنوبي، هو الذي يرحمني، هو 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 هو. إذا ما عرفت الله هذه المعرفة، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: يقول الله عز وجل من سألني وهو يعلم أني أضر وأنفع استجيب له. شرط أول. شرط ثاني: العمل بما تقتضيه المعرفة. أنا أعرف أن رب العزة هو الذي يرزق، وأروح أتكل على واحد ثاني. أوقات كثيرة الشيطان لعنة الله عليه يغر الإنسان: اذهب لفلان من الناس هو الذي سيرزقك. ألم تعلم بمعرفتك بفطرتك أن الله هو الرازق؟ اسعى وخلي الأمر يمر بالعزة، خلي هاي المعرفة تتطور عندك وتنمو، سيرزقك رب العزة. رب العزة الإنسان الذي هو كافر يرزقه، كيف أنت المؤمن يا إخواني؟ لا نتكلم بهذه المثاليات، لكن علينا أن نتوجه بقلوبنا إخواني، ويعني كيف نقول، نطهر قلوبنا، ندرب قلوبنا، أرواحنا على هذا الموضوع. أئمتنا هم يعلمون هذا 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 الكلام، وبالتالي يجعلوننا أن نسير في طريق الحق وطريق الرضا من رب العزة تبارك وتعالى. جيد، يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. يعني أنا اليوم أدعو: يا رب ارزقني، وقاعد شلون تريد الله يرزقك؟ خو يبعث لك رب العزة، آمنا بالله، لكن أنت ما شاء الله موفق ومسدد، اسعى واخرج إلى العمل، إن شاء الله رب العزة يبارك لك في رزقك وعملك، ويجعلك إن شاء الله بإذنه تبارك وتعالى ممن يوسع عليه في رزقه. في رواية من الروايات التي هي يعني مهمة جدا وتفرح القلب، الإمام الصادق يقول صلوات الله وسلامه عليه، خلي نستذكر قول الإمام أمير المؤمنين لما سئل عن قول الله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. قالوا: يا أمير المؤمنين، فما بالنا ندعو فلا نجاب. شنو جاب أمير المؤمنين؟ قال: لأن قلوبكم خانت بثمان خصال. أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه. رب العزة أعطانا نعم كثيرة، هذه العين نعمة، هذا النفس اللي يتنفسه نعمة، نسمع نعمة، كل شيء في حياتنا نعمة، الطعام الحلال الذي يرزقنا، نسير على رجلين، نأخذ ونعطي بيدين، أمور كثيرة لا نشكر النعمة إخواني. يقول بعض الناس للأسف جهلا وسهوا: من أنا؟ الله إيش منطيني؟ أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه. سامحنا يا ربي وخلينا نعرف حقك يا الله. كما أوجب عليكم فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابه وطرقه. فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابه وطرقه. أنتم ما تردون تدقون باب الله حتى تتحصلون على ما تريدون بتحقيق أمنياتكم. اسعوا إخواني وأعزائي. الإمام الصادق يقول أيضا: لأنكم لا توفون بعهد الله، وإن الله يقول: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والله لو وفيتم لله لوفى الله لكم. إخواني وأعزائي، وفيما أوحى، حتى نأخذ الاتصالات من أحبائنا الكرام مشاهدينا، زاد الله في توفيقاتهم ونحن نسعد كثيرا بهذه الاتصالات والمشاركات. فيما أوحى الله إلى موسى على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والسلام:
يا موسى ادعني بالقلب النقي واللسان الصادق. الله الله الله، إمامنا الصادق عليه السلام يقول إن العبد إذا دعا الله تبارك وتعالى بنية صادقة وقلب مخلص استجيب له بعد وفائه بعهد الله عز وجل. احنا دائما اخواني دائما دائما نقول يا رب ارزقنا الاخلاص، ارزقنا الاخلاص. وهذا الاخلاص يعيدنا الى موضوعة العلاقة ما بين الاخلاص والصيام. مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليه بما مضمون حديث انما فرض الله الصيام تثبيتا للاخلاص، انت تصوم حتى اخلاصك يكون ثابت، توفق اكثر واكثر في حياتك. اخواني واعزائي، ودائما وابدا نطلب من رب العزة قلوب صادقة، سرائر نظيفة، نيات صادقة. أخواني لطالما قلنا ادعوا ادعوا، ألحوا على الله بطلباتكم. الإنسان إذا صلح نفسه، اليوم سيد علاء مذنب مقصر في كل أموراته مو، لكن قدر الإمكان يسعى ويسعى ويسعى. إلهي الطبي ساعدني يا الله، اعطيني قلب صافي، قلب يعني سريرة نظيفة، خليني صاحب أخلاق جيدة، خليني ما يعني اللي أوفق إليه في طاعتك أوفق إليه. ندعو كل شيء. ألم نقولها يوما؟ رب العزة يقول لنبيه موسى على نبيه على نبينا وآله عليه آلاف التحية والسلام، يقول حتى ملح عجينك أطلب من عندي، ملح عجين أطلب أني، يعني كل شيء في حياتك أطلب من رب العزة. وادعوه وتقرب إليه إخواني وعزائي. على كل حال، إن العبد إذا دعا الله تبارك وتعالى بنية صادقة وقلب مخلص استجيب له بعد وفائه بعهد الله عز وجل، وإذا دعا الله عز وجل لغير نية وإخلاص لم يستجب له. إذن من شروط استجابة الدعاء خلي نيتك خالصة وقلبك نظيف وادعو، إن شاء الله أمورك طيبة بإذنه تبارك وتعالى. لا نأخذ منكم وقتا طويلا، نأخذ الاتصالات والمشاركات الآن أسفل الشاشة، ورقم الواتساب أيضا في خدمتكم. وحي الله كل المشاركات، تقبل الله صيامكم، تقبل الله يعني قيامكم، تقبل الله مناجاتكم دعواتكم، رزقكم الخير في الدنيا والآخرة، لا حرمكم من محمد وآل محمد، وبحق محمد وآل محمد العتق من النار. الفرحة للكل بالعتق من النار، ونكتب إن شاء الله عند الله من المستغفرين بالأسحار. هذه أمنية من أمنياتنا. تحياتنا إلى كل المشاهدين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ونأخذ أول اتصال معنا في ليلتنا المباركة هذه، وهي الليلة 26 من شهر رمضان المبارك. أم أحلام من الديوانية أول اتصال، سلام عليكم ورحمة الله. أم أحلام تقبل الله طاعاتكم، حياكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله أم أحلام، حياك الله، الله يتقبل الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة والإكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد، إن شاء الله سنة خير وصحة وسلامة وعافية على أمة محمد وعلى العراق وعليك أنت وعلى الكادر إن شاء الله. الله يزيد خيركم يسددكم يا رب، يعود عليكم بالصحة والأمان. آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيد علاء، أنا قلت لك هاي الست أيام الأخيرة أنا هاجت للإمام الحج عجل الله فرجه الشريف. جميل، وأنا أتأمل أنه كل أحبائنا اللي يشاهدون في هذه الليالي يقول أن كل أعمالي كل ما وفقت إلى في هذا الشهر أهديه إلى صاحب الأمر. أنا هذا البرنامج بكل ما فيه من أمور يسيرة، هذا البرنامج بكل ما فيه من أمور يسيرة وزملائنا أيضا هدية لصاحب الأمر بالخدمة، هدية لصاحب الزمان عجل الله. إن شاء الله إن شاء الله. أنا قلت لك لأن الستة يا منس ما حصلتني بتمخنوقة، ومن ما حصل أختي لقى روح تطلع إن الله يكشف الهم والغم، وبالتالي سنعيش ليلة الجمعة في ليلتنا القادمة. البرنامج والبرنامج مريح يعني حتى يفتح النفس يعني يقربك الرب العالمين مو شلون النساء. يا رزاق، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رزاق يا رزاق يا رب، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك ضوعا وتمتعه فيها طويلا
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها زيارة واصلة وهدية مضمونة إن شاء الله. آمين يا رب. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. واجعلنا من أنصاره وعوانه. اللهم آمين. وتحت رايته. اللهم صل على محمد وآله محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم اجعلها ذخيرة إن دنيا وآخرة يا رب. اللهم لا تحرمنا من هاي النعمة للسنة الجاية إن شاء الله. اللهم بادر في كل لحظات حياتنا يعيدها ويعيدها ويعيدها باطمئنان بعافية بسلامة بتوفيق إن شاء الله في كل سنة وعام حتى نرزق إن شاء الله حسن العاقبة ونرزق إن شاء الله رضا رب العزة وخيره في الدنيا والآخرة إن شاء الله. تجي واروح للسيد على حدي لزني أمس أمنوني عليها. يلا تفضل. أم عبد الخالق وعيالها وحليم وعياله وعبد الخالق وعياله. حليم وعبد حليم وعياله وعبد الخالق وعياله وام عبد الخالق وعيالها وعوائلهم. أيوة والدي لا تنساهم وحلهم هي ورجلها. فيني واروح لك خالد اللي عبالها تضل هنا وعبالها تسمع صوتك وتسلم على الامام الحسين. زاد الله في توفيقاته. سلم عليك هواي وتقول خليد اي لسيد على انا بنت عمي وعلويه اني على عيني وعلى راسي. فيني واروح لك على عين وعلى رأس. بارك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحية وسلام من رب العالمين عليكم إن شاء الله ومن العوادة. وإياكم زاد الله في توفيقاتكم إن شاء الله. نبقى لآخر لحظة من لحظات وليالي هذا الشهر الفضيل بعافية وبلطف الله وبالدعاء وبما في قلوبنا نطلب من رب العزة إن شاء الله نتحصل. إخواني وأعزائي حياكم الله. نأخذ اتصال جديد. السلام عليكم ورحمة الله. عفوا حسين من كربلاء. أهلا أستاذ حسين. مرحبا بك وعليك السلام والرحمة والإكرام. الله يتقبل طاعاتكم صيامكم قيامكم. الله يرزقكم الخير دائما في الدين والدنيا والآخرة حسين ويجعلك من خدام الحسين الحقيقيين المخلصين إن شاء الله. السلام على الحسين يا حسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على قمر بن هاشم يا الله. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل. اللهم عجل وليك الفرج يا رب. اللهم شافي كل مريض بحق مريض كربلاء يا الله. يا رب يا رب يا رب يا رب. الأبيات شعرية أقراها. يلا خلينا ناخذها ونستمع لها نكون في خدمتك حبيبي تفضل. كم عند قبرك يا حسين تهجد العاكفون الراكعون السجد. يا مبدعا أو يحتفي بك مبدع والمبدعون على يديك توحدوا. ما شاء الله. إذ كان ذا الإنسان يولد مرة فأنا أراك بكل عصر تولد. إنك حتى كأنك والشهادة واحد. من منكما يا سيد المستشهد إنك خالد بل إنه أكتب. يعني إن شاء الله مأجور حسين. يبدو أن الاتصال يعني قطع للأسف. إن شاء الله كل كلمة كل حرف كل نفس في حب سيد الشهداء هو مقبول إن شاء الله. نأخذ اتصال جديد من آية من الدجيل. آية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله الطاعات بحق محمد وآله الأطهار الميامين. حياكم الله آية تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم إن شاء الله للجميع منه منكم صالح الأعمال يا رب. تفضل يا آية. السلام عليك سيدي يا مولا يا مولا يا أبا عبد الله. السلام عليك سيدي يا مولا يا أبا الفضل العباس. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني بزيارتكم أهل البيت.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على قطيع الكفين أبي الفضل العباس. السلام على حامل لواء الحسين. السلام على قمر بني هاشم. السلام على الحوراء زينب جبل الصبر عقيدة الطالبيين. سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اشفع اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق السر المستودع فيها اللهم عجل وليك الفرج. اللهم آمين. عجل وليك الفرج. اللهم آمين. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم شافي وعافي كل مريض. اللهم أقضي حاجة كل محتاج. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني يا كريم. تقبل يا رب ارزقنا زيارة الإمام الحسين بالدنيا وشفاعته بالآخرة. آمين. سيد علاء ادعينا توفق إن شاء الله لزيارة الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أنا طبعا العام هم دقيت عليكم وهم يعني على فضل دعواتكم وفضل دعائك يعني نجحت عندي المثال ثاني ما شاء الله ما شاء الله. أريد دعائك إلي بالنجاح ما شاء الله ترزقون اجعلوا تمسككم بالله سبحانه وتعالى وتمسككم بمحمد وآله الطاهر وتمسككم بسيد الشهداء الإمام الحسين. ألسنا دائما عندما الله. نزور الحسين نقول ما خاب يا مولاي يا أبا عبد الله ما خاب صحيح. من تمسك بك وأمن من لجأ إليك لم يكن أثرا لدعاء سيد علاء ذر بقبال سيد الشهداء. هو ينظر إلى كل زواره وإلى كل المشتاقين إلى ومشتاقين إلى خدمته فهو منكم وإليه وتحصلتم على ما تريدون إن شاء الله. سيد علاء ممكن تسجل أسماء؟ يلا تفضل. أردك تسجل اسم الطفل عباس ابن كاظم. عباس كاظم أي ابن كاظم للشفاء إن شاء الله. والطفل حسن ابن محمد عنده ضمور بالدماغ. نعم. والطفل عبد الله للشفاء من مرض السكر. عبد الله للشفاء أيضا إن شاء الله. والطفل أيهم هم للشفاء. أيهم؟ أيهم إيه نعم أيهم للشفاء إن شاء الله. وأنا طبعا مناسبكم من الدعاء والزيارة والبارحة توفقنا لزيارة الإمام الكاظم عليه السلام ما شاء الله. والجميع الكادر هنيا دعيتكم. شكرا حتما هو في ميزان الأعمال لكم ولنا ولكل المؤمنين والمؤمنات. نحن نشمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته. عندما نكون في مكان من الأماكن المقدسة إخواني عندما أزور مثلا سيد الشهداء أنا أنوب عن الأحياء والأموات كل المؤمنين والمؤمنات في كل بقاع الأرض. في تلك اللحظة عندما أزور الحسين لي لا ينقص من عملي ذرة. هذه الذرة اللي لا ترى في زاوية لا ترى إلا يعني بالعين المجردة لا ترى. هذا المقدار لا ينقص من أجري والله سبحانه وتعالى بنعمه وكرمه يحسب للمؤمنين والمؤمنات تلك الزيارة. فلنكن بقلب رحيم سمح نشرك المؤمنين والمؤمنات في هذا العمل وفي كل أعمالنا إخواني كل الأعمال. خلنا نأخذ اتصالنا الجديد من البصرة. من يوانا أم هبة. هبة من البصرة. هبة السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يتقبل شهر مبارك. الله يتقبل الله يتقبل من كل عباده بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله يا رب قبل طاعتك ويجعل المؤمنين والمؤمنات. اللهم آمين يا رب العالمين. يا الله السلام عليك يا مولاي يا بعض. يا سيدي. السلام عليك ابن محمد المصطفى. السلام عليك علي بن المرتضى. السلام عليك فاطمة جزة. السلام عليك سيدة الكبرى. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا مولاي أبي الفضل العباس.
وعلى أختكم الحواء الزحيرة وعلى محمد وعلى محمد جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم بحقي وجاه مشعن وعظم السيدة مولاي أبا عبد الله وسيدة مولاي أبا الأبان ثم عجل ولوك الفرج واجعلنا من أنصار الكفر وعمال الكفر شكينا بين يديك. اللهم آمين. اللهم بحواء جميع المؤمنين والمؤمنات وقضي حاجتنا بحق الماء والسيدة مولاي الأباس عليه السلام. اللهم يسر أمرنا وارزقنا إلى ما تحب وترضى. اللهم آمين. أرجو سيدني سجل اسم نور محمد سجل اسمي وتدعو لنا كثيرا كثيرا إن شاء الله بالتوفيق وتيسير أمرنا فلنا حاجة إن شاء الله بحق الإمام الحسين والإمام عباس لقضاءها إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نتمسك الدعاء إن شاء الله ربي يقضي حوائجكم وموقفكم لما يحب ويرضى. كثيرا كثيرا لكم الخير فيما تطلبونه في ليالي ضيافة الله تبارك وتعالى بالتحديد في شهر رمضان المبارك. يا حسين أحبائك زوارك يطلبون الخير الكثير منك وتمسكوا بك وما خاب من تمسك بك يا سيد الشهداء. أسأل الله عافية الدين والدنيا والآخرة لكل مشاهدينا ومتابعينا لكل المؤمنين والمؤمنات في كل بقاع الأرض. خلونا نأخذ اتصال آخر من البصرة. أم ضحى. أم ضحى سلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. اللهم أجل وليك الفرج. اللهم آمين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. يا سيد الشهداء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين على أصحاب الحسين. السلام على بالفضل عباس. السلام على الحوراء زينب. السلام على فاطمة الزهراء. السلام على الإمام أبي. السلام على أم البنين ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم شافي كل مريض. اللهم اقضي حاجة كل محتاج. اللهم ارزق اللي محروم من الذرية بالذرية الصالحة يا رب يا الله. آمين. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل محمد أقسم عليك يا الله بحق هذا الشهر العظيم وبحق ظل الزهراء يا رب المظلومة يا رب لا ترد اسمع دعائنا وشافينا وعافينا يا رب يا بحق محمد وآل محمد تسمعنا يا رب يا رب يا إلهي بحق محمد وآل محمد أقسم عليك بمحمد وآل محمد يا رب وهم أحب الخلق يا رب يا الله وهم أقرب الخلق رحم الله والديك سيد على اللهم ادعينا إي والله يا هذا الشهر اللي يصبح حاجتنا إن شاء الله حاجة كل محتاج وشافينا آمين لكم ما تتمنون. اي والله ارزق اختي ان شاء الله بالذريه الصالحه عندنا رشا محرومه من الذريه يا ربي يا رب يرزقها رزق حلال مبارك وتفرح به ويكون من محبي محمد وخدام محمد وآل محمد يا رب يا فاطمة ابني على اسم فاطمة الزهراء إن شاء الله إن شاء الله حاجتها يا الله يا إن شاء الله اللهم شاء الله. صل على محمد أحسنتي أختي أم ضحى شكرا كثيرا لكم تقبل الله طاعاتكم وأعمالكم. على نعم نأخذ تمام لدينا أسماء وصلتنا من الكنترول إن شاء الله وصلت سجلت معنا من بغداد محمد حسن وعائلته إن شاء الله له الخير الكثير فيما يطلب بإذنه تعالى. الرسائل التي وردت إلى البرنامج حقيقة كثيرة يعني كتبنا من عندها الأسماء الكثيرة والحاجات وإن شاء الله نوفق أن نقراها في حلقة هذا اليوم وأيضا خلال حلقاتنا القادمة. فقط إذا كنا في الحلقة الأخيرة ما نستطيع أن نأخذ الرسائل في الحلقة الأخيرة لكن تواصلنا مع المتابعين والمشاهدين تواصل مستمر وكل حاجاتهم وكل رسائلهم نقرأها ونسجلها هنا في هذه الورقة ونقرأها وإن شاء الله توضع في ضريح الحبيب الإمام الحسين عليه السلام. خلينا نقرأ من رسائل أحباء الإمام الحسين. ابتهال من البصرة. الأمنيات بالشفاء والعافية لكم ما تتمنون وتطلبون بإذنه تبارك وتعالى. من المتابعين كانت من الأخوات في القوات الأمنية يسلمون على الإمام الحسين ويطلبون الدعاء والزيارة لكم ما تتمنون. الله يحفظكم يسددكم ويحفظ بلدنا وأبناء بلدنا وكل المؤمنين والمؤمنات في كل بقاع الأرض. اللهم آمين يا رب العالمين. أم فاطمة من الأحساء من السعودية تقول مشتاقين لزيارة الإمام الحسين عليه السلام كثيرا كثيرا ترزقون زيارته وهذا الاشتياق تروه
بزيارتكم وحضوركم تحت قبة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. آمين يا رب العالمين. وتقلد الدعاء وزيارة نكون في الخدمة إن شاء الله. زهراء محمد يقول يا ريت تسجل أسماءنا ودعاء وزيارة. سجلنا الاسم وفي الخدمة. أم علي من البحرين الدعاء والزيارة. زهراء تطلب الذرية الصالحة المؤمنة الموالية ولزوجها بالرزق الحلال الواسع. ما تتمنون إخواني؟ نتوجه إذا ما ذكرنا فلان من الناس بكلمة واحدة، فلان من الناس يطلب الرزق الحلال. أنت جالس الآن في هذه اللحظات تتابع وتسمعني، قل يا ربي ارزق فلان اللي ذكره سيد علاء. ادعو من كل قلبك، هذه تعطيك فرد يعني تدريب وتنمية روحية، أنه تتعود أنه تدعو للناس كلها. وتأمل، خلي في بالك إذا دعوت للناس يأتي يعني ذلك اليوم اللي الناس تدعي لك. رب العزة تبارك وتعالى يؤهل من هو يدعو لك ولعائلتك. إخواني بكرمك وبجودك ادعو للناس كلهم إن شاء الله. أبو فاطمة عدنان الدجيلي من واسط طلب قضاء حاجة، لك الخير فيما تطلب عزيزنا أبو فاطمة. عبد الله من بغداد يطلب الدعاء والزيارة. حسن من البصرة، حسن يتمنى يقول أتمنى أصير رادود. أصير إن شاء الله. تمسك بحبيبك الحسين، من كلنا نتأمل أن نكون خدام لسيد الشهداء كل من موقعه. وإن شاء الله ختامها مسك بشفاعة الحسين، ويعلق لنا الوسام على صدورنا، والوسام إن شاء الله موجود. يعني حبيبنا نظرته حنينة علينا سيد الشهداء، يعلق لنا وسام خادم الإمام الحسين. فعزيزنا حسن إن شاء الله من الرواديد الموفقين المقبولين عند سيد الشهداء الحسين. هدى حسين أم حيدر الحاجي تقول قضاء دين زوجها ورزق بيت وهداية الأولاد، لكم ما تتمنون بإذنه تبارك وتعالى. غدير من البصرة الدعاء بالذرية، 7 سنوات لا يوجد لدينا ذرية. اطلبوا 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 وألحوا على الله بحق حبيبنا الحسين، وإذا ما وفقتوا أن تأتون تحت قبة الإمام الحسين اطلبوا تتحصلون بإذنه تعالى. من الدعاء ومن الله الإجابة، وحبيبنا سيد الشهداء يسمعنا ولا يقصر عنكم. غدير من البصرة وعن كل المؤمنين والمؤمنات. بندر وباسمة لكم الخير فيما تتمنون. قبل أيام متوفي سامر حبيب عباس رمضان الشجاعي، أسأل الله له يعني رضا رب العزة ولطف وعناية رب العزة في ذلك المكان وشفاعة محمد وآل محمد. نحن كلنا نخاف من ذلك الموقف وذلك المكان، ومن يرحل عن هذه الدنيا أهله وناسه يبكون عليه، لكنه ذهب إلى رضوان الله وإلى رحمة الله سبحانه وتعالى. في رواية قصيرة حتى أنتقل إلى صلاة هذه الليلة إخواني وأعزائي، أتذكر كأني في رواية أن نبي الله موسى عندما توفي أخوه هارون بكى عليه بكاء كثيرا كثيرا. أوحى الله له يا موسى لماذا تبكي؟ بما مضمون الحديث ها؟ قال أنا أبكي أخي وحده الآن في ليلة الوحشة. قال أنا أبكي عليه لأنه وحده. يقول رب العزة تبارك وتعالى أنا في حياته ما تركته، الآن أتركه؟ حاشا لله. في صلاة الليلة 26 يستحب فيها الغسل، وفي الوسائل عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى فيها 8 ركعات بما تيسر فتحت له أبواب السماء. وتدعو في هذه الليلة بالدعاء في كتاب ضياء الصالحين، اللهم إنك عيرت أقواما على لسان نبيك صلى الله عليه وآله، أريدكم تكملوا تقرؤون من كتاب ضياء الصالحين. ختامها مسك. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. يا رب الحجة بحق الحجة، اشفي صدر الحجة بظهور الحجة. يا رب المؤمنين بحق المؤمنين، اشفي صدور المؤمنين بظهور الحجة. لكم تحايا وسلام من كاد البرنامج. الملتقى إن شاء الله يوم غد. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. إلى اللقاء.